رالي يمكن السعوديه الشرقيه. رالي الشرقيه ايوه تفضل. هي اللي سقت فيها الان 14 طبعا. دخلت في الرالي الاردن، دخلت التشيك داون. بعد التشيك داون السياره فيها مشكله، اول ما جت السياره الجديده كان عندها مشكله يطعج الارمات اللي ورا، يعني اذا انت عارف مشكله هذه في الان 14 اول ما جت، مشكله الحراره، هذه المشكلتين اللي كانت في الان 14. طبعا جينا في الرالي الاردن دخلنا المرحله الاولى، اول يوم خلصت ترتيب الثالث، مشكلة عندي حرارة. دخلنا المرتبة المرحلة الثانية، طعج عندي المشكلة الآرم اللي ورا، انسحبنا من الرالي، طعج الآرم وصار في طعج الآرم الخلفي، انسحبنا من الرالي. دخلنا من بكرة سوبر الرالي، طبعا أنا شفت كيف الحرارة قاعدة تصير جوا المرحلة والانذار وكذا، أنا سولف يعني مع الشباب مع الفريق قلت لهم السيارة هذه ما راح تكمل بكرة، بالحرارة بتصير فيها مشكلة. دخلنا المرحلة أنا وستيف، 6 كيلو سيارة يطلع نار من قدام، وقفنا احترقت السيارة الحمد لله، يعني ما جاء إصابات ولا جاء شيء، طفينا الحريق وكذا وطفت سيارة. طلعنا انسحبنا من الرالي، أرسلنا السيارة لفنلندا. كان عندنا بعدها رالي قبرص، كان رالي قبرص إن الان 14 فيها مشكلة حرارة، الخطة نجي على الان 12 ونصير يعني حنا اللي جايين على الان 12 وهي ما فيها مشكلة حرارة وعندي الان 14 نخليها لين يشوفوا مشكلتها. جينا الحمد لله على الفيرالي قبرص على الان 12، دخلنا رالي قبرص. طبعا دخلنا اليوم الاول، في نهايه اليوم الاول كان ترتيبي الثالث، كان اللي متصدر نيكوس توماس القبرصي، وكان بعدها سواق القبرصي الثاني، سواق اخر غير مسجل بالبطوله. أي. كان وكنت انا الثالث وكان وراي نيك جورجيو. طبعا خلصنا اليوم، كنا طبعا ماشيين مشي يعني تقريبا منطقي، وراي نيك جورجيو تقريبا يمكن يعني وقت قريب يمكن 7 ثواني. طبعا ناصر العطية كان ترتيبه يمكن نحن نريد أن نتكلم عن بطولة العالم. بطولة الشرق الأوسط سنتابع لها حديث وتقارير، هناك سنشاهد مشاهد من مشاركتك بكل البطولات. بعد ذلك كان هناك كان خطة للمشاركة برالي اليونان. أي صحيح. كمرحلة من بطولة العالم ما تمت الخطة. ما تمت المشاركة ما تمت. وهذا الموسم يعني خلاص البطولة تقريبا بقي هناك رالي صح. بريطانيا يمكن صح. على كل حال سنعود بعد فاصل لمتابعة الحديث عن مراحل متبقية من بطولة الشرق الأوسط للراليات وصولا إلى مرحلة دبي. أوكي. مشاهدينا الكرام نأخذ فاصل قصير نعود بعدها للمتابعة. عودة مشاهدينا الكرام لمتابعة لقائنا الخاص مع البطل السعودي يزيد الراجحي. يزيد بالعودة إلى رالي قبرص، كان المرحلة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات. سنشاهد معا تقرير عن هذا الرالي بالصوت والصورة، نعود بعدها للحديث عما جرى بالمنافسات. احنا جايين بطولة الشرق الاوسط، يعني الفكرة من الرالي ثاني رالي اللي هو بطولة الشرق الاوسط، الفكر فيه ان ناخذ نقاط اكثر من نحقق مراكز، يعني ان شاء الله المركز الثاني على الشرق الاوسط او نحاول نضغط على الاول، بس ما راح نخاطر في هذا الرالي.
4 continues down and left 3 minus into right 4. الحمد لله خلصنا اليوم ثالث على الشرق الأوسط، الأول على الشرق الأوسط والثالث على الترتيب النهائي. كان يوم طويل، خلص نص الرالي بقى النص الثاني. يزيد، هذا ما فعلته بالمصور في اليوم الثاني. باليوم الأول كنت متصدر على مستوى الشرق الأوسط، اليوم الثاني ما سمعنا شو صار، فتكلم لنا على اليوم الثاني شو اللي حصل معك. طبعا اليوم الثاني كنا الحمد لله على نفس مركزنا، تقريبا دخلنا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية قبل نهاية المرحلة الثانية بتقريبا 3 كيلو فجأة انكسر الكفر البويل جوينت، صارت يعني سيارة ما تقدر، يعني كفر بيمشي بالحال وكفر يمشي بالحال، وقفنا وانسحبنا من الرالي. انسحاب ويعني عودة لما حصل. بعد هذا الانسحاب لنتكلم بمنطق، يعني فقدت الأمل بالمنافسة على مراكز متقدمة ببطولة الشرق الأوسط أم؟ طبعا يعني أي مركز، يعني إذا أنت تبغى تنافس مثلا، نتكلم يمكن عن ناس عندهم خبرة مثلا بالمراكز الأولى وناس يعني سواقين جدا سريعين، طبيعي إنه بتصير عندك مشكلة، يعني شيء يعني لا في يد الفريق، يعني شيء خلل، يعني مش يعني خارج يمكن إرادتنا كلنا، يعني قدر الله وما شاء فعل، ما لا غلطت أنا، ما غلط الفريق، يعني صار شيء، يعني بس فقدنا صح الأمل في المنافسة على المركز الأول مثلا بالشرق الأوسط. بعد ذلك انتقلنا لرالي سوريا، سنشاهد أيضا تقرير عن يعني عن يزيد الراجحي برالي سوريا، نعود بعدها للتعليق على الرالي. طبعا في بطولة الشرق الأوسط يعني عندي الرالي هذا بندخل على أعلى مستوى، نحاول ننافس على المركز الأول. طبعا الإنسان اللي ما يضغط ويحاول ينافس على المركز الأول، أنا أرى يعني مش سائق رالي، لازم تحاول بالمركز الأول، إن ما قدرت على المركز الأول تتعلم وين نقاط الضعف وتحاول تشد في الراليات الجاية.